استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر بقطاع غزة باستشهاد 9 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة. كما قصف طيران الاحتلال مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائية الذي يأوي نازحين في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى. وبهذا ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 11,078 شخصا في غزة، بينهم أكثر من 4,506 أطفال. هذا وتواصل النزوح الجماعي للفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بسبب تكثيف القصف الإسرائيلي. أوضحت مصادر فلسطينية أن الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون في مستشفى الشفاء حاملين أمتعتهم توجهوا نحو الجنوب سيرا على الأقدام، وأتي هذا وسط تحديات دولية من تداعيات هذه الخطوة، لا سيما مع فرار أكثر من 1.5 مليون شخص من مناطقهم. التهجير اللي صار للشعب الفلسطيني كان موجود في الذاكرة منذ زمن بعيد، واليوم التهجير صار بشكل كبير، يعني أكبر من 48. أنا كنت في مستشفى الشفاء، من المستحيل إني أفكر في يوم أتصاوب أو إشي. يعني مستشفى الشفاء محمية بكل أشكالها، بكل حاجة فيها محمية. اليوم أنا كنت راح أستشهد، وشوية كان أهلي راح يستشهدوا. إحنا أول ما بدأ القصف والحرب إحنا ضلينا في بيوتنا، بس لما اشتد وين نروح؟ رحنا على الشفا، وضلينا لحد الليلة اللي فاتت وإحنا بالشفا وكويسين. الليلة بدأ القصف من الساعة 12 أو 11:30 لحتى الآن، وهم بقصفوا وبرموا وبيضربوا صواريخ، وهو هذا الشفا مكان آمن يعني إنا نتخبى فيه، فهلقيت فيش مكان آمن. فلما لقينا القصف اشتد وإشي، لا احنا سحبنا حالنا وطلعنا، وكنا بدنا نستشهد أنا وأولادي وجيزان بناتي، ورحنا شردنا حسبي الله وأنت نعم الوكيل. الليلة قاعدين في أمان الله في الشفا، منطقة آمنة. الولادة انقصف واستهداف سيارة، والشقة اللي جنب مسجد البورنو، واحنا معانا، انا خايف على اهلي وصبايا وشايف جدتي، واستهدافات كثيره، وقذائف في الشفا وفي سفور، وجنب الشفا ما عرفناش ننام، واستهداف في الولاده، وين ما كان الشفا خطا. خلونا يا عم من شان الله، والله تعبنا معي، والله معي يا عم معي، احنا اقسم بالله تعبنا. والله يا عم انا لمي مش بلاقيها، ولا عارف لمي ولا اخت. حلونا يا عمي، والله حرام، سلموا الاسرى. انا من بس حنون ناصلي، وابن الصالح ونرمي في الشفا، ابن الجوز ظل في الشفا نرمي جينك امه، وجبت اولاد ابني وبنات ابني في معايا، اسال الله ونعم الوكيل.